اهلا بيكم، انا ابراهيم صلاح، وفي الفيديو ده هنعمل ريفيو او تقييم سريع كده لكتاب بي ار اس بورد ريفيو سيريس في ماده الفيسيولوجي. طبعا البي ار اس سيريس موجوده في كل المواد، ولكن ماده الفيسيولوجي هي اشهر كتاب بيستخدم من السيريس دي. وعشان نعرف هو ليه مشهور كده ومهم للناس اللي بتذاكر ستيب 1 او بيزك نوليدج بشكل عام، تعال اول كده نتعرف على المحتوى بتاع الكتاب. طبعا المؤلفه بتاعت الكتاب هي العبقريه البروفيسور ليندا كوستانزو، والكتاب عباره عن 7 شابترز بادئ بالسيلف فيسيولوجي، النيورو فيسيولوجي، الكارديو فيسيولوجي، الريسبيراتوري، الرينال والاسيد بيز، الجاسترونتستينال فيسيولوجي، والاندوكرينولوجي. لو جينا نقارن الاندكس بتاع كتاب بي ار اس بالاندكس بتاع كتاب الفيرست ايد، هنلاقي فيه بعض الشابترز زياده في كتاب الفيرست ايد. هي مش زياده، ولكن هي موجوده في كتاب بي ار اس كجزء من شابتر اخر. كمثال مثلا عندي ريبرودكتيف في كتاب الفيرست ايد، هو عباره عن جزء من الاندوكراين في كتاب بي ار اس. فبالتالي كتاب بي ار اس مغطي معظم المواضيع اللي انا محتاج افهمها في البيزك فيسيولوجي عشان ستيب 1. ودي طبعا اول ميزه من مميزات الكتاب. دايما بتسال السؤال ده، ايه افضل سورس اذاكر منه ماده الفسيولوجي؟ يعني طبعا الفسيولوجي يعتبر البيز بتاع كل حاجه، البيز بتاع الباثولوجي، البيز بتاع البطنه، فهو ماده مهمه جدا يعني. فالاجابه هتبقى على حسب، هل انت عايز تذاكر فسيولوجي لامتحان ستيب 1 ولا للبيزك نوليدج الكليه بتاعتك او كده يعني. والله لو الاختيار الثاني اللي هو فور بيزك نوليدج، مش هيبقى كتاب بي ار اس افضل كتاب تستخدمه. يعني الكتاب لحد ما مختصر شويه، مش مغطي معظم المواضيع، او مش مغطي المواضيع كلها بشكل تفصيلي يبقى كافي للبيزك نوليدج. ولكن على مستوى ستيب 1 هو مور ذان انف، هو مغطي معظم المواضيع اللي انا محتاجه الامتحان. في مواضيع ممكن ما تبقاش موجوده، بس مش يعني مش مقصره قوي، مش بتفرق قوي، وهي متغطيه في كتاب الفيرست ايد. فاذا كتاب بي ار اس مناسب جدا للناس اللي بتذاكر او بتحضر لامتحان ستيب 1، ودي اول معلومه لازم اعرفها. برضو من ضمن الاسئله اللي بتجي لي هو، الكتاب ده ليه فيديوهات شرح او اذاكر الكتاب ازاي؟ خليني اجاوب على السؤال الاولاني. هو كتاب بي ار اس ملوش فيديوهات شرح زي الكتب الاخرى يعني السلسله مفيش فيديوهات بتشرحها، ولكن في ميزه في الكتاب معوضه النقطه دي، ان الكتاب المعلومات اللي موجوده فيه موجوده بشكل سلس. فلو انت اصلا قارئ شويه بيزك فيسيولوجي وجيت تقرا في الكتاب، الموضوع هيبقى بالنسبه لك بسيط. يعني انا واخد شويه بيزك فيسيولوجي كده من الكليه وبدات اقرا في الكتاب، مش هلاقي صعوبه قوي يعني. طب لو انا لسه ما شفتش الفسيولوجي، او حتى شفت الفسيولوجي ونسيته، فلا طبعا انا مش يعني هيبقى الموضوع لحد ما صعب شويه. فممكن اشوف فيديوهات كابلن، يعني برضو مش هتبقى تيبيكال ماشيه مع بي ار اس، ولكن هي حل كويس. او مثلا فيديوهات زي دكتور نجيب، او ان انا برضو اذاكر الكتاب لوحدي واشوف المواضيع اللي واقفه عليا وابدا اعمل سيرش وافهمها. يعني النقطه المهمه ان احنا عملنا شرح مجموعه فيديوهات شرح لكتاب بي ار اس، نزلنا حوالي 50% منها على الشانل عندنا، وان شاء الله الايام الجايه ننزل الباقي بتاعها. يعني ده شرح تفصيلي لكتاب بي ار اس. فده بالنسبه لي طرق الشرح. كمان انت لو بتاخد كورس تقدر تتابع من الكتاب. طيب السؤال الثاني والمهم، وده طبعا للناس اللي بتذاكر ستيب 1، يعني ازاي امشي كتاب بي ار اس مع الفيرست ايد؟ الناس لما بتيجي تذاكر كتاب الفيرست ايد بالذات في جزئيه الفسيولوجي بنلاقيها الى حد ما مختصره جدا يعني، والفسيولوجي الماده الوحيده يعني اللي الاختصار فيها مش بيبقى حاجه لطيفه، يعني محتاج افهم. فبالتالي اعمل ايه؟ انا افضل طريقه ان انا اذاكر بيها كتاب بي ار اس مع الفيرست ايد، ان انا مثلا لو رايح اذاكر شابتر في الفيرست ايد اقرا الفيسيولوجي الاول من كتاب بي ار اس. سي مثلا لو انا رايح اذاكر ريسبيراتوري، خلاص اقرا الريسبيراتوري الاول من كتاب بي ار اس وبعد كده ادخل على الفيرست ايد. هيجي السؤال اللي بعده، وده سؤال برضو متكرر، هل ازود معلومات من بي ار اس في كتاب الفيرست ايد؟
انا طبعا مش مع الموضوع ده خالص يعني، لان انا لو اتبعت النقطه دي حتى مش في الفيسيولوجي لوحده وفي بقيه المواد، هلاقيني بزود كل المعلومات الموجوده في السورسز في كتاب الفيرست ايد، وهرجع تاني احل اليو اس ام ال وورلد وهلاقي المعلومات دي موجوده، فهزود او هلخبط الدنيا. فانا دايما يعني مع نظريه ان انا ازود المعلومات اللي انا محتاجها من اليو اس ام ال وورلد، لان ده الاقرب للامتحان يعني. واتكلمنا برضو عن اليو اس ام ال وورلد في فيديو قبل كده. فاذا انا هذاكر او هقرا الشابتر من كتاب بي ار اس فهمه كويس، وبعد كده ابدا اقراه من كتاب الفيرست اي. من المميزات القويه جدا للكتاب ده ان هو مغطي معظم المواضيع المختصره في الفيرست اي. يعني برضو كمثال الريسبيراتوري او الرينال فيسيولوجي في الفيرست ايد الى حد ما يعني مختصرين بطريقه يعني بشعه، بطريقه صعبه جدا يعني. فهبقى محتاج ان انا ابص في بي ار اس الاول قبل ما ابدا في الشابترين دول يعني. فدي نقطه قويه جدا يعني. برضو من ضمن المميزات الخاصه بكتاب بي ار اس ان هو رابط الفيسيولوجي بالباثولوجي. وخلينا نقول ان هي دي اصلا النقطه اللي انا محتاجها من اي سورس بيشرح فيسيولوجي. يعني الناس اللي مرت على امتحان ستيب 1 يعني هتدرك اللي انا بقوله ده. دايما في الامتحان انا بتسال في شكل بيزك باثو فيسيولوجي، يعني قليل لما بلاقي بيزك فيسيولوجي لوحده، دايما بتبقى باثو فيسيولوجي. فانا محتاج اربط الفيسيولوجي بالباثولوجي، ودي النقطه اللي عملها الكتاب. كمثال مثلا لو جينا نتكلم على الريسبيراتوري، بعد ما اتكلم على اللانج فوليومز واللانج كاباسيتيز والبلمونري فانكشن تيست، خد المعلومات ديت وطبقها على الاوبستراكتيف والريستريكتيف لانج ديز. هي ايه التشينجز اللي حصلت في اللانج فوليومز عشان اربط الفسيولوجي بالباثولوجي. فدي نقطه قويه جدا برضو في كتاب بي ار اس. وعلى فكره بس مش بس الفسيولوجي اللي فيه كده، لا ده كل المواد يعني البايكيمستري المايكرو، اي معلومه الكتاب بيذكرها دايما بيذكر التطبيق عليها كباثولوجي يعني. فده بالنسبه لنقطه ربط الباثولوجي بالفسيولوجي. من ضمن برضو مميزات الكتاب ان هو بعد كل شابتر في تريننج كده، في كويستشنز وبرده ليها انسر. هي طبعا مش قويه او مش مرتبطه قوي بامتحان ستيب 1، ولكن هي نوع من التدريب يعني. في ناس ما بتعرفش تثبت المعلومه لما بتحل عليها، فهي طبعا ايه بعد ما اذاكر كل شابتر ممكن ايه ابقى احل الاسئله دي. طيب في اجزاء قويه في الكتاب ده، في اجزاء قويه جدا في الكتاب ده، وفي اجزاء برده مش هنقول مش قويه، ولكن يعني على مستوى ستيب 1 مش هبقى محتاجها للدرجات. احنا دايما بنقول احنا بنذاكر فور ساينس اند فور سكور. ده كتاب بيزك نولوجي فده منطقي يعني. ده كتاب يعني هو لم يعد خصيصا لستيب 1 يعني، لازم برضو ندرك النقطه دي. ففي مثلا مواضيع زي مثلا الشابتر سيلف فيسيولوجي، انا ممكن من الامتحان كله ما يجيليش اسئله على الشابتر ده. في مواضيع مثلا في الجي اي تي زي الجاسترونستاينال موتيليتي والسكريشن، ممكن ما اشوفش اسئله في الامتحان على الجزئيه دي. ولكن في مواضيع قويه جدا في الشابتر زي ما انا قلت، مثلا الاندوكراينولوجي، الريسبيراتوري، الرينال، المواضيع ديت قويه جدا جدا ومشروحه بشكل لطيف جدا في شابتر في كتاب بي ار اس. برضه في مواضيع الى حد ما مش موجوده في الكتاب يعني، ولكن الفيرست ايد معوضها، الفيرست ايد ذاكره، ومواضيع قليله جدا مش هتاثر مذكوره في كتب اخرى ونبقى نتكلم عنها بعدين. ولكن البالك اللي احنا محتاجينه للستيب 1 موجود بشكل كويس في كتاب بي ار اس. فدي طبعا يعني دي مميزات الكتاب ده. خلينا نقول طبعا هو عيوب او مش عيوب، لا يعني ايه، خلينا نقول يعني الناس اللي بتذاكر ستيب 1 تاخد بالها من النقط ديت، اللي هي مثلا الاجزاء اللي احنا قلنا انا بذاكرها للعلم بالشيء يعني، وفي نفس الوقت برضو اركز على الاجزاء اللي انا محتاجها لكتاب الفيرست ايد. كده نكون عملنا ريفيو سريع لكتاب بي ار اس. ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناة، وانتظرونا في الفيديوهات الجاية.